السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا جماعة، مادام انت وصلت معايا للمستوى ده فانت تأكد انك قربت تتخلص انشاء مدونة على بلوجر. لكن لو انت وصلت معايا وما اتفرجتش على الفيديوهين اللي فاتوا يبقى انت كده ما فهمتش اي حاجة خالص. فانت حاول ترجع تتفرج على الفيديوهين اللي قبل الفيديو ده علشان تبدأ تمشي معايا خطوة بخطوة. تعالوا بينا كده النهاردة نبدأ نضيف قالب، وهنعرف يعني ايه قالب ونعرف ازاي نضيفه عندنا في المدونة. تعالوا بينا كده نروح عندنا، لما نيجي نعمل عندك هنا عرض المدونة هتلاقي شكل المدونة زي ما احنا شايفين، يعني مش متناسقة، حتى كمان الكلام فيها مش متناسق، شكلها غريب شوية. فعايزين نعدل كل الكلام ده ونحط قوالب كويسة، يعني قوالب شكلها يكون كويس. القالب ده اللي هو تصميم الموقع. فانت طبعا هتلاقيني سايب لك في الرابط اللي موجود في الوصف والتعليقات كذا تصميم متوافق مع جوجل ادسنس علشان تتقبل فيه جوجل ادسنس بشكل اسرع. فدلوقتي هنروح مع بعض كده عندنا على المشاركات، وهتنزل تحت كده شوية هتروح عندك على حاجة هنا اسمها المظهر، وبعد ما تيجي تضغط عليها بتروح عندك على علامة السهم اللي موجودة تحت دي، اضغط عليها ضغطة كده وبتدور على حاجة هنا اسمها تعديل HTML، تمام؟ وبعد كده يظهر لك الأكواد اللي انت شايفها قدامك دي كلها. فانت كل اللي عليك بتحدد الأكواد دي وبعد كده بتعمل لها حذف، تمام؟ كنترول A وبعد كده بتحذف كل الكلام ده، وتروح عندك على الكود برضو اللي سيبهولك في الرابط اللي في الرابط الموجود في الوصف، هتنسخه هنا وتقوم تضيفه بالشكل اللي قدامك ده كده، تمام؟ وبعد كده بتروح عندك تعمل سيف او حفظ زي ما انت شايف فوق هنا كده، اعمل لها حفظ، تمام؟ وبعد كده لو اقول لك تم الحفظ هنا نتأكد تاني ان هو قال لنا تم الحفظ، خلاص ترجع تاني كده وبتضغط عندك على عرض المدونة، هتلاقي شكل المدونة عندك اتغير بالشكل اللي قدامك ده كده عن الشكل ده. طيب المفروض عليا ان انا اعدل بقى في القالب، اعمل فيه ايه القالب ده؟ علشان يبدا يظهر في محرك بحث جوجل في حاجه اسمها الميتا تاج، والميتا دي يعني بيقول لجوجل ان المنصه دي او المدونه دي موجوده على محرك بحث جوجل، فاللي يجي يكتب اي كلمه مفتاحيه على طول بيظهر عنده الموقع ده. طب احنا كنا فاكرين لو احنا رحنا عندنا على الاعدادات وبتروح عندك على الوصف، فاكرين لما قلت لك الوصف يكون عباره عن كلمات مفتاحيه؟ انسخ كل الكلمات دي تاني، خدها نسخ وبعد كده ارجع تاني على المظهر، وبعد كده اضغط عندك على السهم ده، ومن هنا بتروح عندك على كلمه تعديل HTML، وهتنزل تحت كده شويه بتدور على حاجه اسمها الميتا. زي ما انت شايف كده الميتا فيها هاشتاج هنا، الميتا دي بيقولك حط هنا الكيوردز اللي هي الكلمات المفتاحيه الخاصه بالمدونه، فانت حاول تضيفها. وفي حاجة هنا اسمها description، لو انت عاوز تكتب وصف للمدونة يعني وصف للموقع بتاعك انت، سواء كان بتتكلم عن الذكاء الاصطناعي، عن الطبخ، او المجال اللي انت بتتكلم فيه، روح عندك على الهاشتاج وانتم تضايف برضو الكلمات المفتاحية او وصف على حسب ما يريحك انت، وبعد كده بتضغط عندك على كلمة حفظ، وبكده انت حفظت الميتا تاجز. طبعا الميتا دي وظيفتها ايه؟ ان هي لما تيجي اي حد يكتب اي كلمة من الكلمات المفتاحية دول بتظهر عندك في محرك بحث جوجل، وبتظهر له كمان، بالتالي بيجي لك عليها زيارات وبيجي لك عليها مشاهدات على المنصة بتاعتك. طيب دلوقتي احنا رفعنا القالب وخلاص، احنا كده كملنا كل حاجة وكده كتبنا كل الأكواد، وان شاء الله فيما بعد هقولك ازاي تقدر تعدل على الأكواد دي بشكل جميل ومبسط، وازاي كمان تقدر تغير في الألوانات، وازاي تقدر كمان تحط حقوق الطبع والنشر بتاعك انت. فكده احنا انتهينا من اضافة قالب على الموقع. طيب هنسيب الموقع كده فاضي؟ لا اكيد لا، مش هنسيب الموقع ده فاضي، هنبدأ نكتب مقالات او هنكتب مشاركات زي ما انت شايف قدامك كده. طبعا المقالات دي هي اللي هتبين شكل الموقع وشكل المدونة بتاعتنا، وان شاء الله نتقابل في الحلقة الجاية في كتابة مقالات متوافقة مع CU لمدونة بلوجر. شكرا ليكم، ومتنساش دعمنا بلايك وسبسكرايب للقناة، واشوفكم في حلقة جديدة. سلام.